السلام عليكم سيادنا، نتمنوا تكونوا بألف ألف خير. حلقة جديدة مع الشباب. احنا في المقدمة ديال مضايق برم أو مضايق تقت، واحدة من أجمل المضايق، أجراف عالية من كل الجهات ومناظر، مشهد لا يشبه آخر. اليوم أو على مدى تبارك الله أسبوع أو أكثر، لا حديث بين الناس والمضاشر ديال الأحزمة الجبلية بإقليم ميدلت إلا عن حمولات الوادي. واد وطات ليس استثناء. اليوم كانت من أكبر الحمولات الوادي ديال واد وطات، كانت اليوم والناس كتسأل، وهذه شحال وحنا كنسمعوا أن كاين مشروعين واعدين وضخمين ويقدروا يبدلوا واجهة المنطقة ويعطيونا واحد الأمن مائي وينقذ هذه الحقول وهذه الجنات المترامية الأطراف اللي تحت سفول جبل العياشي. هذا المشروع الأول هو تنقية سد تطيوين، اللي هذه شحال كنسمعوا، ولكن للأسف جامعة تزدق وقع فيها موقع وتبدلت الرئاسة وتبدل الحزب المسيطر، ما عرفناش واش هذا له تأثير سلبي على تأخر هذا الإنجاز هذا المشروعين ولا لا. المشروع الثاني هو سد ديال أولزي أسفل من مضيق إيكيس اللي هي جات اليوم. الحمد لله الأرض روات بكل ما تحمله المعنى تحت سفوح جبل العياشي، بالخصوص في الجبل الغابة. لو كانت داروا هاد المشروعين بالإضافة لسد ديال سيد المنظري، ميدل تكون مأمنة وترجع للسابق العهد ديالها، البساتين والحقول والإنتاج الوافر من كل الغلال، خاصة التفاح اللي كتعرف به المنطقة. إذن هذه هي الأجواء. جوز سبتمبر 2024، مع الشاب تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.